زين، كيف كان الطالب ينظر إلى المعلم أو إلى الشيخ؟ كيف نظرته يعني؟ على كل حال كان الطالب ينظر إلى المعلم نظرة احترام وتقدير، وأنه يريد أن يعلمه بإخلاص وبتفاني، وكان يهاب المعلم مثل ما يهاب والده ما شاء الله. لأنه أول لما ولي الأمر الأب يلقى أو الأخ يلقى المعلم ليعلم لولده، يقول له إذا ولدي ارتكب خطأ قلع عين وخدعين. نعم ما شاء الله. ولهذا فما واحد يقرأ أن يسوي زين عند المعلم يسوي عن فوضى أو حركة وأشبه ذلك. جميل. وكنا نحترم المعلم وكنا نهاب المعلم وكنا نقدر المعلم وهكذا. هذا من ضمن المواقف. جميل. عند الشيخ الإسحاقي رحمه الله كذلك، الشيخ كان أيضا له نظرة حول موضوع الأجهزة الحديثة، سماع الراديو وسماع المسجل، كان يقول لا يجوز. نعم. وحتى الراديو يسمونه الروديو. نعم ما شاء الله. يسمونه الروديو. أه. وأحيانا يسمع من بعض الطلبة أنه عندهم راديو ونسكهم. نعم ما شاء الله. زين إيه. كان زمن المرحوم الأخ عبد العزيز عنده راديو. نعم. وبلغه. نعم. ومسك الكر قال عبد العزيز، قال نعم. قال له بلغنا عندك روديو. يقول إما تبيع هذا الروديو على ذلك حسد عليك. إيه التسمية. نعم. زين. جميل. يقول وإلا فأنت في البراءة. ما شاء الله. غريب عليهم. كذا باينهم يتفرغوا العلم أكثر شيء يعني. غريب عليهم. يتفرغوا العلم يعني، باينهم ما يتشغل بأي شغل. بل حتى المسجل. نعم. يقول لا يجوز سماع القرآن ولا سماع. لكن خلينا نتفرج على الشيخ الإسحاقي. نعم. لأنه أذكر أنه كان في كان في قضية هنا وحاضرنا سماحة الشيخ أحمد خليلي. نعم ما شاء الله. والشيخ إبراهيم سعيد العبري. نعم. والشيخ هاشم بن عيسى. ما شاء الله. طائي مجموعة. وطلبهم الشيخ سالم عبد الله الإسحاقي بيت المعصرة. نعم. هذا تحت قلعة هذا كان هناك ما شاء الله، كان ذاك الوقت. ما تعرف إلا الدكاكين. أحسنت، عندك الدكاكين. نعم. زين. فعاد الشيخ سالم طلب المشايخ طلبهم للقهوة. نعم ما شاء الله. هي وعاد خبر الشيخ إسحاقي. نعم. صار شنقو. إيه نعم صدق. فدار ذكر للسؤال عن الراديو والمسجل. نعم ما شاء الله. ومن المسؤول؟ الشيخ إبراهيم العبري. نعم ما شاء الله. والشيخ إبراهيم يعرف الشيخ الإسحاقي. إيه نعم. أنه شديد. نعم. وعلى كما تقول في الجواب تبصر. نعم. سأل السائل يا شيخ ماذا تقول في سماع القرآن الكريم من المسجل أو سماع من الراديو؟ جميل. فقال الشيخ الراديو نعمة من نعم الله. نعم جميل. الشيخ الإسحاقي يسمع كلام الشيخ ذاك إن شاء الله يستقل شعره شبر. نعم. عدامة مالك. نعم. ويسمع وعارفين ما فيه. نعم. زين نعم نعم الله، وهذه وسيلة يجب أن نستغلها وأن إلى آخره. جميل. قال الشيخ الإسحاقي حبوب قلبه يقول له نصينا عند الشيخ إبراهيم قدامه. زين جميل. بمثابة كان مدعى علي. نعم. جالس قدامي. قال الشيخ إبراهيم نعم أنت عالمنا وأنت قدوتنا وأنت حجتنا وأنت كذا، تقول الروديو أنه حلال. نعم. يقول من صنع النصارى. نعم. قال نعم الشيخ سعود، ليس كل ما قام به النصارى لا يجوز استخدامه. نعم صدق. يقول له زين السيارة اللي تركبها من صنع من صنع العمانيين. يقول له ما يجوز نركبها. نعم صدق. يقول أسألك القلم ما رأيك فيه؟ قال وسيلة من وسائل العلم. نعم. قال زين قد يتحول في يوم من الأيام إلى أن استخدام القلم حرام. نعم صحيح. يقول له إذا استغليناه في أغراض سيئة. نعم. يقول له نعم. السكين ما رأيك فيها؟ قام يجيب الشيخ إبراهيم أذكر أمثلة. يقول له زين هذه وسيلة للذبح تقطع اللحم وسيلة لكذا. قال كنت تتحول إلى أنها حرام. نعم صحيح. يقول له إذا استغليناه في ذبح أشياء مسروقة، تقطع لحم مسروق. نعم. فهذا يقول العبرة بالاستخدام. نعم صدقت. الاستخدام أذكر هذا من المواقف أيضا. ما شاء الله. وهناك مواقف كثيرة الآن قد تكون ماشي وقت. جزاك الله خير. بارك الله فيك أحسن شيخ.